المسيح قام، فلنسجد لقيامته المقدسة الثلاثية الأيام. المسيح قام من بين الأموات، وواطي الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور. يا أحبة، في هذا الأحد بعد الفصل المجيد، المقاطع الكتابية التي سمعناها في هذا القداس الإلهي، المقطع الأول من أعمال الرسل، والذي يتكلم كيف بطرس الرسول عندما التقى بذاك الإنسان واسمه إنياس، كان رجلا مخلعا مريضا من 8 سنين، طلب الشفاء والمساعدة من بطرس، فقال له بطرس: يا إنياس، يشفيك يسوع المسيح، لك أقول قم. فقام، وبعد ذلك يذكر الحادثة مع طابثة، فتاة صبية، امرأة فاضلة اسمها طابثة، أيضا مرضت ومن ثم ماتت. طلبوا من بطرس أن يتدخل وأن يساعد، فأدى بطرس وأخرج الجميع من الغرفة، ركع وصلى وقال: يا طابثة، لك أقول قومي. فقامت. والإنجيل أيضا، المقطع الإنجيلي الذي سمعناه من بشارة يوحنا، يتكلم أيضا كيف أن يسوع عندما مر ببركة بيت حسدة، كان هناك إنسان أيضا مريض مخلع منذ 38 سنة. قال له: أتريد أن تبرأ؟ قال له: يا سيد، في تلك البركة كان ملاك الرب ينزل من حين لآخر ويحرك الماء، وكان أول واحد بينزل عند تحريك الماء يشفى من أمراضه، ولكن أنا رجل مخلع ومريض، ما عم أقدر أنزل، في بيجي غيري وبيسبقني، وأنا ما زلت منذ 38 سنة بهذه الحالة. قال له يسوع: لك أقول قم، احمل سريرك وقم. فقام. ثابت أن هذه المقاطع الكتابية هي محددة أن تتلى في هذا اليوم الأحد بعد الفصح، ونحن اليوم في لبنان في هذا اليوم الاستثنائي أمام هذا الاستحقاق الدستوري المهم جدا، الانتخابات النيابية. وكأني أرى بلبنان مثل إنياس وطابثة وذاك المخلع الذي يطلب الشفاء، ومر من هناك يسوع وقال له قم. اليوم يا أحبة، بالنسبة لنا في لبنان، اليوم لبنان كهذا المخلع، يصرخ، يستنجد بأبنائه، يستنجد فينا. اليوم لبنان يقول: يا أولادي، أنتم يا لبنانيون، هل تنتشلوني من عمق الفساد هذا ووحلة الفساد التي صرت وقلت إليها؟ كل واحد منا اليوم نتكلم عن الإصلاح، عن محاربة الفساد، عن الثورة، عن الحرية، عن الحياة الكريمة وإلى ما هنالك. اليوم كل هذه ماذا يريد اللبنانيون؟ يستطيعون أن يقرروا حياة كريمة فاضلة، أو تبقى الأمور هي كما هي. لبنان بلدنا، وطننا الجميل، الرسالة يقول لنا اليوم: ماذا فعلت لكم يا شعبي؟ كل خيراتي تتنعمون بها، جبالي الجميلة، ودياني، سهولي، أنهاري،
بحري كله لكم أعطيته لكم وأنتم كيف ستكافئونني اليوم بشكل خاص؟ أين هو هذا لبنان؟ أين هي قضية مرفأ بيروت؟ نتكلم عن العدل والقضاء، نتكلم عن الحياة الكريمة والعيش الكريم، أين هو هذا العيش الكريم؟ وين هالحالة اللي نحن وصلنا لها؟ يمكن نحن اللي جعلنا لبنان أن يكون مخلعا كهذا المخلع، مريضا وهو اليوم يصرخ، يستنجد، يستعطي أولاد وأبناءه ويطلب الشفاء والخلاص. مسؤوليتنا كلنا اليوم يا أحبة عندما نذهب إلى صناديق الاقتراع بمن نقترع وما هي الكلمة التي سنقول. صلاتي صلاتنا جميعا أن يعي اللبنانيون جميعا عمق وكبر هذه المسؤولية التي نحن أمامها اليوم. كل واحد منا يرجع إلى ضميره، إلى وجدانه. كل واحد منا يعرف أنه اليوم هي قضية بلده، هي قضيته، هي قضية اللبنانيين، هي قضية لبنان. واليوم كل كلمة نقولها، كل واحد منا صوته الانتخابي الذي يدلي به قد يغير أمور كثيرة يتمنى هو أن تتغير. لذلك أقول صلاتي اليوم للجميع أن يعود كل واحد منا إلى ضميره وإلى وجدانه وأن يدلي بصوته بحسب ضميره ووجدانه لكي يأتي أولئك الأشخاص الذين يعملون من أجل لبنان ولا للمصالح الشخصية ولا للارتهان لأي كان لا في الداخل ولا في الخارج. لبنان الرسالة، أين هو اليوم؟ كلنا بنحكي هذا الكلام وكلنا بننتقد وكلنا بنرمي المسؤولية على الآخرين. اليوم هي مسؤوليتنا نحن، هي مسؤولية اللبنانيين. إما يقولوا الكلمة التي يريدون أن يقولوها وبيصير في شيء جديد، أو لا نتأمل شيئا جديدا. ربي أويكم جميعا، وما ننسى أنه هذا الاستحقاق هو ما نو شيء شخصي، هو ما نو مصالح شخصية، هو ما نو أمور نحن نطلبها بشكل شخصي ومنريد أنه نحن نوصلها من هنا من هناك. هو أنه نترك انقساماتنا وخلافاتنا وما نمشي بهذا الأمر الذي هو ما بيكون في حرية وما بيكون في ضمير بكل واحد منا، وإنما يرتهن لمن يرتهن له. القضية هي قضية وطن، قضية وطن. واليوم نحن إما نقول لهذا لبنان قم أو بيبقى هو مخلع. هي مسؤوليتنا نحن اليوم. فصلاتي إلى الرب الإله يقوينا جميعا كما ذكرت، كلنا بموجب ضمائرنا ووجداننا وهذا المطلب الذي إلنا سنين نتكلم عنه، بدنا حياة كريمة، بدنا المصارف، بدنا أموالنا، بدنا الحق، بدنا نعرف شو صار قضية مرفأ بيروت، بدنا بدنا بدنا. هذا كل اليوم متوقف على ماذا سنقول نحن وليس غيرنا. الرب يعطينا أن نقول كلمة الحق وأن نقول الكلمة التي هي لخير لبنان ولخيرنا جميعا، لخير اللبنانيين أعني، حتى نعيش تلك الحياة الوادعة الكريمة بكل كرامة وأمان. هاي رسالتنا اليوم. بلدنا حلو وبيستاهل كل خير، ولازم نحافظ عليه، أنه نحافظ على لبنان ونحافظ على هالإرث الكبير الذي ورثناه من آبائنا وأجدادنا. اليوم هي مسؤوليتنا نحن. الرب يقويكم، ورجاءنا وصلاتنا أقمنا هذا القداس الإلهي اليوم على هذا الرجاء من أجل لبنان ومن أجل جميع اللبنانيين، حتى الرب يلهم الجميع لما فيه الخير ولما فيه الصلاح. يفرحني أنه يكون معنا في هذا القداس الإلهي أصحاب السيادة المطران سلوان اللي ترأس القداس الإلهي متروبوليت جبل لبنان، المطران يعقوب مطراننا في الأرجنتين، والمطران سابا متروبوليت حوران وجبل العرب، والأسقف موسى الخصي. وجودنا اليوم
مع بعضنا البعض، هذا بيفرحنا وبيقوينا جميعا، حتى نكون دوما نحن كأفراد وكلبنان شعلة نور لكل الناس ولكل العالم. اليوم خلونا نقول لكل الناس في الداخل وفي الخارج، تعالوا وانظروا، هذا هو لبنان. الله يقويكم ويعطيكم الصحة، والرب يحميكم ويحمينا جميعا، هو المبارك والممجد إلى الأبد. آمين.